بالأمس كان هناك قرار وصف بأنه قرار تاريخي، قرار للتاريخ. سوف يظل الإعلام والمراقبون في حالة تحليل أسباب وتحليل نتائج. لماذا أقدم الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه الخطوة التاريخية؟ إذن ما هي الخطوة التاريخية التي أقدم عليها الملك وولي عهده الشيخ محمد بن سلمان؟ هو السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، أمر من الملك للشعب والتاريخ، زي ما قالت صحيفة اليوم السعودية، السماح للمرأة بقيادة السيارة. صحيفة الشرق قالت الملك سلمان بينتصر لقيادة المرأة السعودية، تاريخية للمرأة السعودية، وصورة زي ما انتم شايفين على أنقاض النقاب بتتحرك المرأة السعودية بتقود السيارة. الملك ينتصر لقيادة المرأة، أمير منطقة عسير، قرار قيادة المرأة يعزز الثقة في المرأة السعودية. والأمير خالد بن سلمان، السماح للمرأة بقيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي كبير، وإنما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وده ليه مردود اقتصادي سوف نتحدث عنه فيما بعد. صحيفة المدينة السعودية قالت استند على رأي أغلبية كبار العلماء بالإباحة، قرار للتاريخ، الملك سلمان يأمر بقيادة المرأة للسيارة. لجنة من الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية تبدأ الترتيبات وفقا للضوابط الشرعية والنظامية. الدوحة حارسة القيم الشرعية، الدولة حارسة القيم الشرعية وفي قائمة أولوياتها، ولن تتوانى في الحفاظ عن أمن المجتمع وسلامته. في صحيفة عكاظ، في عهد سلمان المرأة تقود السيارة. المملكة العربية السعودية، وزارة الداخلية بدأت في التجهيز لاستخراج رخص قيادة للمرأة السعودية. الملك سلمان زي ما قالت صحيفة الشرق الأوسط يمنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة. خادم الحرمين وجه في قرار تاريخي بإصدار الرخص بدءا من يونيو القادم، والخارجية الأمريكية ترحب. تحية إلى القرار، وتحية إلى متخذ القرار، والتهاني والتباريك إلى المرأة السعودية.